تخبرت البارحة كانت تحكي عن قسم الهيماتولوجي، قسم أمراض الدم أو قسم تحليلات الدم. محاضرة اليوم راح تتضمن 3 أقسام، أقسام أيضا مهمة وتحاليلها تنطلب بصورة كلش كبيرة، اللي هي قسم تحليل الهرمونات، وقسم الرابد تيست اللي هي الكاسيتات اللي تكون تحاليل سريعة تعطينا بوزيتيف نيجاتيف فقط، تعطينا تحفيز الغده الدرقيه، ثايرويد غده درقيه، ستيمولايت تحفيز، هرمون فهو هرمون يحفز الغده الدرقيه، لكن يتم انتاجه وافرازه بواسطه الغده النخاميه. فاذا اجاك المريض قال لك اريد هرمون الغده النخاميه فهو التي اس اتش، اما اذا اجى قال لك اريد هرمون الغده الدرقيه فهو هم التي اس اتش، بس هو ما يعرف المريض انه هو مو هرمون غده درقيه. عاده تنطلب 3، يعني ماكو طبيب يطلب بس تي اس اتش، يطلب بس تي 3 بس تي 4، لا يطلبها 3، لان بواسطه هذه 3 نتائج تتم المقارنه. شلون يعني تتم المقارنه؟ لما الغده الدرقيه تفرز هرمونات التي 3 والتي 4 بنسبه كبيره، كميات كبيره، يصير فرط بالافراز، فمنطقيا الغده النخاميه تقوم تعطي هرمون قليل للغده الدرقيه، ما تقوم تحفزها لان هي متحفزه اصلا، هي قاعد تفرز كميات كبيره من الهرمون. بالتالي اكو نسبه وتناسب بين التي اس اتش وبين التي 3 والتي 4. اذا زاد التي اس اتش، اذا الغده الدرقيه فرزت التي اس اتش بكميات كبيره، فمعناها هذا سبب ان الغده الدرقيه تفرز التي 3 والتي 4 بكميات قليله. والعكس، اذا التي 3 والتي 4 كان عالي فمعناها التي اس اتش ناصي. فلهالسبب تنطلب هاي 3 حتى تتم المقارنه. الخلل وين؟ بالهرمونات الجايه من الغده الدرقيه، لو بالهرمونات اللي تنفرز من الغده النخاميه، وهكذا، واي هرمون بالضبط هو المشكله به تي 3 او تي 4 وهكذا. فبالتالي تنطلب 3، تي اس اتش وتي 3 وتي 4 حتى تتم المقارنه، حتى يتم تشخيص الحاله. اذا كان التي اس اتش عندنا عالي فهذا دليل على خمول الغده الدرقيه. يعني انا اريدكم بس تركزون، الموضوع مو حفظ نهائيا، مو حفظ، الموضوع فهم. اريدكم تفتهمون ليش التي اس اتش اذا عالي معناها الغده الدرقيه بها خمول. فطبيعي من الغده الدرقيه تخمل وما تفرز هرموناتها، الغده النخاميه تقوم تفرز اكثر تي اس اتش حتى تنشطها للغده الدرقيه. فالتي اس اتش اذا عالي هذا خمول الغده الدرقيه. اما تي اس اتش اذا كان ناقص قليل كلش، هذا دليل على ان الغده الدرقيه تعاني من فرط بالعمل، تفرز هرمونات اكثر من المطلوب من عندها. ممكن اكو امراض ثانيه مثل الغده الدرقيه، من ضمنها الغده اللي تكون سامه، اكو تكون هوائيه، اكو تكون عفوا مسرطنه، هوايه مشاكل. بغض النظر عن هاي المشاكل وبغض النظر عن الدخول بتفاصيل معقده، الا اريد اعرفه ان هرمونات الغده الدرقيه هي تي اس اتش، تي 3، تي 4، وانه اذا تي اس اتش عالي لازم التي 3 او التي 4 او اثنيناتهم قليل، واذا تي اس اتش ناصي فالتي 3 تي 4 يكون عالي. هاي بالنسبه لي اريدكم تعرفوها. نوبات الطبيب ما يطلب التي 3 تي 4، يقول لك ما اريد التي 3 تي 4 اللي هو ممكن فرز مال قبل 4 5 ايام، يبقى يقرا لحد اليوم، اريد الفري تي 3 والفري تي 4 اللي الفرز بهاللحظه من الغده الدرقيه، هذا الفري اللي بعدها استوى تم افرازه بواسطه الغده الدرقيه. فيطلب تي اس اتش ويطلب وياه اف تي 3 اف تي 4 اللي هو فري ثايروكسين 3 فري ثايروكسين 4. هاي بالنسبه لهرمونات الغده الدرقيه. واضح لحد هسه طلاب؟ أستاذ؟ نعم. أستاذ بلا زحمة، يعني أكو فد أشياء قبل نسوي التحليل لازم ناخذها بعين يعني بنظر الاعتبار بالنسبة للمريض، يعني مثلا من ناحية أنه هو مصاب بغير مرض، أو مثلا جاي تعبان، أو بذل فد جهد معين، لو لا عادي يعني رأسا نسحب دم ونسوي التحليلات. ان شاء الله محاضرة باكر راح تتضمن سحب الدم وراح تتضمن هاي التفاصيل كلها، شنو الشغلات اللي لازم نسويها وشنو الشغلات اللي ما لازم نسويها. اذا كان سؤالك بالنسبة للغدة الدرقية، فالغدة الدرقية ماكو اي اجراءات اولية ولا اي استفسارات نستفسرها من المريض بهذا الخصوص. اما اذا بالنسبة لكل التحاليل فباكر ان شاء الله محاضرتنا حتكون عن سحب الدم وعن تحليل الادرار وعن مقابلات المختبر. فتتضمن ان شاء الله سحب الدم وادخل لكم بهاي التفاصيل. اوكي استاذ شكرا. عفوا، احد عنده سؤال على هرمونات الغده الدرقيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام.
أستاذ بس استفسار. تفضل. أنا أعاني من نحافة، يعني جسمي كلش ضعيف. زين. فراجع الطبيب وخلالي تحليلات عامة، ويعني ما عندي فد يعني مرض أو فد شيء كيمياوي، فقال لي إنه لازم تحلل تحليل غدة درقية. صحيح. زين. زين حضرتك هسه أنا تتعصب؟ أحللها. تتعصب هواية يعني من النوع اللي عصبي؟ أنا لا مو عصبي. يعني مو واحدة من شايف. أعراض الغدة الدرقية مثلا بالنسبة للي يضعفون إنه تكون أيضا حالته يعني عصبي دائما، يتنرفز بسرعة وهاي. بغض النظر، زين حتى ما دوخك، حتى ما دوخك، دائما امشي ورا الطبيب. الطبيب يعني ايش قد ما اسوي نفسي فهيم، اني مستحيل اوصل للفهم اللي واصل له الطبيب. الطبيب يعني كمية الدراسة اللي درسها وكمية المعلومات وتخصصه دقيق هو بتشخيص الأمراض. فامشي ورا الطبيب، طبيب طلب منك تحليلات غدة درقية، سوي تحليل هرمون الغدة الدرقية. العفو استاذ، انا بس اريد اوضح لك السؤال يعني بالضبط. اي اتفضل. انا اكيد يعني اؤمن بالاختصاص، لذلك رحت الطبيب، يعني عندي اصدقاء عاشت محللين، ايدك. بس انا اكيد بس اقصد عاشت ان ايدك. هرمونات الغده الدرقيه حتى افهمها، انه انا اي. احلل هذول الخمس هرمونات لو مثلا شلون يعني. لا لا لا، اول ثلاثة بس، تي اس اتش، تي 3، تي 4. شكرا جزيلا. تدلل سويها وان شاء الله ما عندك غير العافية. تسلم تسلم، جزاك الله خير. خلينا نتجه لهرمونات اخرى اللي هي الهرمونات الانثوية. طلاب، هي تسمى بالهرمونات الانثوية لكن هذا ما يعني انه هي تفرز فقط بواسطة الاناث، وانما تفرز ايضا بواسطه الذكور، واكو ايضا راح اذكرهم هسه، هي تفرز حصرا عند الذكور، كميات كبيره عند الذكور وليس عند الاناث. لكن ليه سميناها هرمونات انثويه؟ لان عاده بس الاناث يسوون هاي التحاليل، عاده بس الطبيبه، يعني لما الانثى تراجع الطبيبه النسائيه وتلاحظ عندها خلل بالهرمونات فتطلب من عندها هاي التحاليل. ولذلك يعني 99% من التحاليل هاي احنا نسويها بس للنساء، نادرا او قليل جدا يسووها الذكور، ولذلك نسميها بالهرمونات الأنثوية. بعض منها نعم أنثوية لكن هي مو كلها أنثوية. أول هرمون يعني هو الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش والال اتش الفولكيولار واللتول، اللتول عفوا، هي خلايا تتواجد بالبطانة الداخلية للرحم. ولذلك لما تمر دورة شهرية على المرأة فشهريا يتم افراز، يعني مو شهر، يوميا هو يتم افراز هذا الهرمون، لكن يتم افرازها بكميات اكبر اثناء الدوره الشهريه. ليش؟ لان يعني البطانه الداخليه هاي بالكامل راح تطلع وتتكون بطانه داخليه جديده، لذلك يجب افراز الجسم يفرز هاي الهرمونات حتى يحفز تكوين هاي الخلايا. طبعا انا دوختكم اعرف، بس ملخص الحكي انه الاف اس اتش والال اتش هي هرمونات تعنى بتكوين وتحفيز تكوين الخلايا للبطانه الداخليه للرحم، سواء الاف اس اتش اللي هو الفوليكولار ستيمولايت هرمون او اللتول هرمون. هاي اول اثنين، الاف اس اتش والال اتش. عاده اي خلل بالدوره الشهريه، سواء تاخر او انه طول الدوره الشهريه عند المراه، مباشره اول اجراء تسويه الطبيبه النسائيه هو تطلب هاي التحاليل، تحليل الاف اس اتش والال اتش، وتطلبها عاده باوقات حسب يعني حاله المريضه. مرات تطلبها باليوم الثاني للدوره، مرات تطلبها بعد انتهاء الدورة بيومين، مرات تطلبها باليوم ال14. بعد كل طبيبة وكل حالة وكل مريض وإلى في طريقته الخاصة، لكن النسبة الأكبر من الأوقات هي تطلب باليوم الثاني للدورة الشهرية. هاي الـ FSH والـ LH. بالنسبة للهرمون الثالث هو الـ BRL اللي هو البرولاكتين. البرولاكتين الاسم الشائع اللي هو نسميه هرمون الحليب، لأن هو فعلاً هرمون البرو، يعني برو الابتدائي، اللاكتين اللي هو الحليب، فهو يعني المكون او المولد للحليب، فهو هرمون اللي يحفز الغدد اللبنيه على انتاج وافراز الحليب. فبالتالي هرمون البرولاكتين هذا اي خلل به يسبب مشاكل كثيره للمراه، من ضمنها خلل الغده، خلل الدوره الشهريه عذرا، بالاضافه مثلا مشاكل بتاخر الحمل، يعني النوبات لما البرولاكتين نسبته كلش عاليه فمعناها الجسم، يعني شلون الجسم متوقع انه هي المراه حامل، ولذلك قاعد يتم انتاج البرولاكتين بكميات كبيره، فلذلك ما يتم تكوين بيوض، لذلك ما يصير حمل، فلما يرتفع البرولاكتين ما يصير حمل بعد، لذلك الدكتوره تطلب هذا التحليل حتى تشوف ليش يتاخر الحمل. اذا طلع البرولاكتين عالي تبدا تعطيها علاجات حتى تنشف الحليب حتى يرجع بعدها يصير حمل. فلذلك هو هرمون كلش مهم هذا هرمون البرولاكتين.
بالنسبه للبروجستيرون والاستروجين، هي هرمونات نسميها احنا المختلطه، يعني هي هرمونات تفرز بواسطه الاناث وتفرز بواسطه الذكور، كميات متباينه وحسب الفتره، خاصه عند النساء حسب الفتره بالشهر، يعني بدايه الدوره الشهريه ومنتصف الشهر قبل الدوره الشهريه تفرز بكميات. لذلك ايضا اي اختلال بالبروجستيرون والاستروجين راح يسبب اختلال عند الانثى بالدوره الشهريه عندها. بالنسبه للاستروجين يعني خاصه، ايضا لاعبين كمال الاجسام احيانا يقومون يستخدمون هرمونات منشطات حتى يحفزون عضلاتهم على أن تكبر وتتلقى التمرين بصوره صحيحه. لذلك لما ياخذ كميات كبيره من الاستروجين بعد هيجي يحلل، اذا الاستروجين عالي لازم بعدها ياخذ علاجات حتى يخفض الاستروجين وهكذا. لذلك يعني هاي من الهرمونات اللي ايضا تنطلب بصوره كبيره بالمختبرات. بالنسبه للتستيرون، هو هرمون الذكوره نسميه تستوستيرون او التستيرون اختصارا. هرمون الذكوره هو هرمون يفرز بالنسبه الاكبر عند الرجال. لما يفرز بكميات قليله فمعناها هذا الذكر او هذا الرجل عنده مشاكل بالخصوبه. لذلك ايضا يقوم ياخذ علاجات، سواء ياخذ هرمون التستيرون، ياخذ علاجات محفزه لانتاج هرمون التستيرون. فلذلك ايضا الرجال هو يطلبوا هذا التحليل هرمون التستيرون لما خاصه لما تكون عندهم مشاكل بالخصوبه. اما النساء فلما يرتفع عندهم يكون العكس، يعني احنا ما نريد يرتفع عند النساء، نريد يرتفع عند الذكور. لما يرتفع عند النساء يسبب مشاكل كبيره، من ضمنها ظهور الشعر الخشن بمنطقه الوجه، بمنطقه الوجنه، او تكون تبدي لحيه او شوارب عند المراه. هذا بسبب الافراز المفرط للتستيرون، سبب مشاكل عند المراه. ايضا يصير الصوت خشن عند المراه، يصير عندها شتاف، ويصير يعني حتى تتكون عندها عضلات، يعني تخيلوا هذا بسبب الافراط بانتاج التستيرون. فلذلك ايضا ينطلب بصوره كبيره هذا الهرمون. اخر هرمون ويانا هو الاي ام اتش اللي هو الانتي مالاريان داكت هرمون. هذا هرمون، الهرمون عفوا نسميه هرمون البويضات او المحفز لانتاج البويضات عند الاناث. لذلك ايضا لما يتاخر الحمل تبدا الدكتوره تشيك لها، فواحده من الشغلات اللي تشيكها هو هذا الهرمون، هرمون الاي ام اتش، حتى تشوف الخلل وين. هل يا ترى هي ما قاعد اصلا يعني تتحفز على انتاج البيوض، عندها مشاكل بالاي ام اتش، مشاكل بهذا الهرمون؟ اذا ما عندها مشاكل فراح تروح الدكتور على غير احتمالات، اذا كان عندها مشاكل فايضا راح تبدي تاخذ علاجات حتى تبدي تتحفز على انتاج هذا الهرمون، بالتالي ينتج عندها البيوض بطريقه طبيعيه. انا طبعا كل شويه، بس ثواني، كل شويه انا طبعا دا احاول اوقف الحكي واعطيكم استراحه بسيطه حتى ما احكي هوايه وما ادوخكم. فلحد هسه حد عنده سؤال؟ الاخت اللي كانت تساله، اسف على المقاطعه، تفضلي. دكتور عيد اخر واحد لان انقطع شويه نت عندي. الاي ام اتش هو انتي مالاريان داكت هرمون، هو هرمون نسميه باسم شائع اللي هو هرمون البويضات او الهرمون المحفز لانتاج البويضات. عاده لما يكون اي مشاكل عند المراه بهذا الهرمون راح ما يتكون عندها حمل لان ما تنتج بويضات. بالتالي لما يتاخر عندها الحمل الدكتوره راح تطلب هذا الهرمون حتى تعرف المشكله وين. في حاله كانت المشكله بالاي ام اتش تاخذ علاجات وترجع طبيعيه. شكرا دكتور. عفوا. من عندك بعد سؤال؟ تفضلي. استاذ قلنا هرمون البروجستيرون والتستيرون، ذني هرمونات مختلطه صحيح؟ لا، الاستروجين. البروجستيرون والاستروجين. بالمناسبه البروجستيرون والاستروجين هو طبعا ماكو هرمون اسمه استروجين. هي عائله هرمونات اسمها عائله هرمونات الاستروجينات. الاستروجينز. الاستروجين واحد من عند الاي 2 الاي 3 البروجستيرون. فانا ذكرت الاستروجين طبعا بالغلط، بس هو عائله الهرمونات اسمها استروجين. تابع لهاي العائله الاي 2 الاستروجين 2 الاسترادول الاي 3 البروجستيرون، ذني نسميه هرمونات مختلطه تفرز بواسطه الذكور وبواسطه الانثى. وهرمون التستيرون هذا هرمون الذكوره مو صحيح؟ نسميه ايضا هرمون الذكوره، بس هذا ايضا يفرز بواسطه الاناث لكن كميات كلش قليله. قليله وعند الذكور يكون اكثر. المفروض عند الذكور يكون اكثر. لذلك حتى النسب الطبيعيه عند الاناث تلقيها النسبه ليز ذان 0.8 مثلا.
يعني لازم جو ال 0.8 1.8 واضح استاذ. اي بينما عند الذكور لا تلقي مثلا حتى درجة عند 4 5 6 7 يقول له طبيعي بالعكس افضل يعني. تمام استاذ شكرا. تدلني احد عنده بعد سؤال على هاي الهرمونات؟ جيد خلينا ننتقل هسه. ها ايضا هرمون الحمل الرقمي. عادة المرأة تتأخر الدورة الشهرية المتزوجة تتأخر الدورة الشهرية عندها، فأول شغلة سويها تروح تجيب هذا الفحص المنزلي للإدرار تباوع تلقي عندها حمل، فتجي تتأكد أكثر تجي للمختبر تسوي تحليل الدم اللي هو احنا نسميه البي تي بريجننسي تيست أو نسميه الاتش سي جي. جت سوت التحليل طلع عندها بوزيت طلع عندها حامل. الخطوه الثالثه بعدها حتى تعرف هي باي اسبوع من الحمل تسوي تحليل الحمل الرقمي. يعني احنا من التحليلين الاولى سواء بالادرار او بالدم هي تحاليل مجرد نعطي بوزيت نيجاتيف نقولها اكو او ماكو. التحليل الرقمي هو ننطرقهم احنا نعطي 4000 8000 10000 من هذا الرقم يتم تشخيص عمر الجنين او فتره الحمل سواء بالاسبوع الاول بالاسبوع الثاني الاسبوع الثالث. فعاده الطبيبات لما تجيها المراه الحامل تقول لها شو وقت انت المفروض موعد العفو الدوره الشهريه مالتك، فتقول والله ما متذكره. فالدكتوره اللي تحسب لها هي بلا اسبوع تقول لها سوي البيتا اتش سي جي او الاتش سي جي تايتر، تايتر يعني رقمي او البيتا اتش سي جي. فعلى هذا الاساس راح تعرف باي اسبوع الحمل وتبدأ تحسب وياها من جديد. فهذا ايضا تحليل يطلبه بصوره كبيره تحليل البيتا اتش سي جي او الاتش سي جي تايتر. السلام عليكم. الحمل الرقمي. وعليكم السلام. اذا اكو خربطه بالهرمونات شلون نعالج هاي الحاله؟ واي هرمون يعني نقدر نوقفه اذا طلعنا بالتحاليل اكو خربطه بالهرمونات؟ طبعا لا انا ولا انت المفروض نعرف شنو العلاج. العلاج هم الطبيبه النسائيه. اول شيء احتمال مو خلل بالهرمونات، احتمال تكيسات صاير. هي اول شغله الطبيبه النسائيه تسويها تفحص بالسونار. تباوع بالسونار اكو مشكله مثلا بالرحم، اكو مشكله بعنق الرحم، اكو مشكله بالتكيسات، اكو مشاكل التهابيه صار التهاب واصل للرحم. هوايه مشاكل يعني مو بالضروره يكون الخلل بالهرمونات. في حاله ما شافت كل هاي المشاكل موجوده وطلبت تحليل الهرمونات هي بعد الطبيبه راح تعرف شنو العلاج اللي تعطيه. فما نقدر يعني حتى والله انا ما اعرف يعني مو ما اريد اقول لك انا ما اعرف شنو العلاج او اذا هذا طلع عالي او اذا هذا طلع ناصي. هذا كله بعد يبقى يم الطبيبه النسائيه. بالاضافه انه مثلا اول هرمون يعني الاف اس اتش والاي ار اتش ينطينا اربع نورمال فاليوات. يعني شنو اربع نورمال فاليوات؟ ينطينا اربع نسب طبيعيه بال 12 فيز بالفوليكولار فيز بال يعني انواع الفيزات هي يمر بها الرحم. كل فيز الى نسبه طبيعيه هذا الاف اس اتش. نوبات ينفرز بكميات عاليه، نوبات ينفرز بكميات قليله وهكذا. يعني هل من المنطقي انه انا تجيني مريضه تطلب تحليل الاف اس اتش والاي ار اتش وابدا اسالها هيك اسئله حساسه؟ اقول لها مثلا يمتى موعد العفو الدوره الشهريه مالتك؟ شو وقت خلص؟ يعني مستحيل اقدر اسال هيك سؤال. هذا السؤال حتساله الطبيبه وراح تجي النتيجه مال التحليل للطبيبه، والطبيبه هي راح تشخص المشكله وين وهي اللي راح تكتب العلاج وين. صدقيني ما اعرف. تمام استاذ شكرا. تفضلي. يعني ارجع واقول لكم احنا شغلنا اجراء التحاليل للمريض فقط، تشخيص المرض، وصف العلاج، وصف حاله المريض مو يمنا. مو لان احنا ما نفتهم، احنا لا نفتهم ونعرف ممكن، بس نوبات ما نحكي. يعني نوبات هواي اكو تحاليل. يعني مثلا يجيني مريض عفوا يطلع له الاي اس ار مثلا 120 والوايت بي سي مثلا 25000 واللمفوسايت مثلا طالع عنده 10. يعني ذي شيء اعراض كامله مع سرطان، عنده لوكيميا، عنده لمفوما، عنده يعني مشكله كل كبيره سرطان لا محاله. منطقيا اقول للمريض انت سرطان؟ انا اعرف بس ما اقول له. يعني ما يصير. هاي بعد هو راح يروح طبيب والطبيب بعد هو يريد يصارحه بالحقيقه، يريد يطلع احتمال ما يطلع سرطان. فاكو هوايه شغلات احنا ما نقدر نحكيها للمريض، نعرفها بس ما نحكيها للمريض. اوكي اوكي
مثال على اجهزه الهرمونات، تذكرون بالكيمياء لما حكيت لكم تحاليل الكيمياء قلت لكم اكو مستويات بالاجهزه المانوال والسيمي اوتو والفول اوتوميتد. بالضبط ايضا اجهزه الهرمونات تتبع نفس هاي المستويات، تتبع 3 مستويات من الاجهزه، اول شيء المانوال والسيمي اوتو والفول اوتوميتد. طبعا المانوال يتم بطريقه كلكم سامعين بها، هي طريقه الإلايزا. بواسطة الإلايزا يتم إجراء تحاليل الهرمونات بطريقة يدوية، لكن حاليا انقرض، يعني انقرض نهائيا هذا الإلايزا، ماكو مختبر دي يشتغل إلايزا هسه، لأن أجهزة موجودة وكتات موجودة وكل التحاليل اللي تريدها موجودة. اقتصر عمل الإلايزا فقط على بحوث التخرج، سواء طلاب الماجستير، طلاب الدكتوراه، وحتى نوبات أحيانا طلاب البكالوريوس. بحث التخرج، لا، المشرف مال البحث يقول له والله انا ما اريد تسوي هذا التحليل الجهاز، تسويه الايزا، تسويه مانوال. لذلك انقرض، يعني هذا الايزا ماكو مختبر هسه يشتغل هرمونات مانوال. فاكو بقى نوعين اللي هي السيمي اوتو والفول اوتوميتد. الفول اوتوميتد راح اعطيكم طبعا اسماء الاجهزه، مهم شنو مهم اسماء الاجهزه، خاصه الاجهزه الشائعه المتوفره بكثره يعني معظم المختبرات. أسماء الأجهزة يفيدكم فقط بالمقابلات، هي كل الأجهزة تشتغل بنفس المبدأ وبنفس طريقة العمل، لكن أنت لما تقابل بمختبر يقول لك على يا جهاز مشتغل، يعني ما ماكو مشكلة إذا تشذبت وقلت له بشتغل على هذا الجهاز وهذا الجهاز وهذا الجهاز، خاصة إذا هي كلها تشتغل بنفس المبدأ، يعني تقريبا تمام كذب، فقط التذاكر أسماء تجارية لهاي الأجهزة. فمن الأجهزة الفول أوتوميتد اللي هو مجرد تعطيه سيروم وتعطيه إيعاز وتوخر هو يشتغل الشغل بالكامل، أجهزة الكوباس اللي هي الإي 411، التوسو، الميني فايدرز. طبعا أكو بعد، بس لأن الثلاثة هن الرئيسيات المتوفرة بكثرة بالمختبرات. هاي أجهزة الهرمونات الفول أوتوميتد، مثال عليها الكوباس إي 411، التوسو، والميني فايدرز. أكو الفايدرز، يعني هذا الميني أكو الفايدرز، بس هو نفس الشغل، فبطلوا يجيبون البايدس لما يجيبون الميني بايدس. اما اجهزه السيمي اوتوميتد فمتوفره ايضا بكثره، يعني نسبه كبيره من المختبرات تجيبها، لان اسعارها رخيصه وكتاتها ايضا رخيصه وشغلها بسيط، يعني ما بي صعوبه. اجهزه السيمي اوتوميتد اللي احنا صاحبها الصينيه، بل معظمها هي اجهزه صينيه، صحيح هي اجهزه تصميم الماني مثلا، تصميم ياباني، لكن صناعه صينيه. مثال عليها اجهزه الاي كروما، فاين كير، الفلورو كير، اكو بعد هبرو، يعني اكو هوايه، بس لان الثلاثه هن الرئيسيات اللي معظم المختبرات يجيبوها، الفاين كير، فلورو كير، والاي كروما. هاي اجهزه السيمي اوتوميتد، هاي شغلها شلون السيمي اوتو مال الكيمياء، انه انت اللي تجيب السيروم تخبطه ويا البفار، تعوفه فتره من الوقت، بعدها تخليه بالكاسيت، بعدها الكاسيت تخليه بالحاضنه، بعد اخر شيء تخلي الكاسيت بالجهاز والجهاز يقرا لك، يعني يعطيك نتيجه. هاي الأمثلة على الأجهزة، أجهزة الهرمونات. أجهزة الهرمونات هي اسمها أجهزة هرمونات، لكن بالحقيقة هي ما تشتغل بس هرمونات، تشتغل بعد تحاليل طيف واسع من التحاليل، يعني أكثر من تقريبا 80 90 100 تحليل هاي أجهزة الهرمونات تشتغل لنا، فمو بس هرمونات. فبقية التحاليل اللي راح أذكرها الآن هي مو هرمونات، ممكن تكون إنزيمات، ممكن تكون مركبات كيميائية، ممكن تكون فيتامينات، لكن ايضا يتم عملها، نشتغلها بواسطه اجهزه الهرمونات. قبل ما ابلش ببقيه التحاليل اللي نشتغلها باجهزه الهرمونات، لحد هسه واضح؟ طلاب وياي؟ نعم واضح استاذ. واضح. احد عنده سؤال؟ اكو احد عنده سؤال؟ ماكو سؤال. زين، خلينا ننتقل لبقيه التحاليل. بقيه التحاليل على اجهزه الهرمونات ايضا يتم تقسيمها، يعني اكو تحاليل نسميها التحاليل القلبيه اللي هي اللي يطلبها طبيب القلبيه، اكو التحاليل الالتهابيه اللي تمثل لنا شنو نوع العمليه او العمليه الالتهابيه او شده خطوره العمليه الالتهابيه. ايضا تحاليل الاورام، عفوا السرطانات، يعني ايضا يتم اجراءها بواسطه هرمونات اجهزه الهرمونات. اكو هرمونات اخرى او تحاليل اخرى يتم اجراءها بواسطه هاي. نجي هنا واحده واحده. اول شيء القلبيه،
هي طبعا اللي تشوفوها هاي ممكن انت تشتغل بمختبر بصف طبيبه نسائيه عمرها ما تجيك هاي التحاليل، ممكن تشتغل بصف طبيب مفاصل، طبيب اطفال، ما تجيك. اما اذا اشتغلت يم طبيب قلبيه فراح تجيك وبكثره هاي التحاليل، لان يعني هاي التحاليل تشخص لنا هوايه مشاكل يمر بها القلب. اول واحد السي تي ان اي. سي تي ان اي هو مختصر للتروبونين. التروبونين هو انزيم، لما تصير جلطه القلب يستشعر انه اكو صارت ذبحه صدريه او جلطه صارت، فالقلب مباشره يفرز هذا الانزيم. ليش؟ حتى يبدي يعطي اعاز للصمامات مالته وللشرايين وللاورده انه توسعوا، اكو جلطه ساده هذا الشريان او ساده هذا الصمام، فلازم تتوسع هذا الصمام او يتوسع هذا الشريان حتى يسمح للدم بالمرور، لان اكو انسداد صاير. فلما نجي احنا نسحب دم للمريض ونلقي موجود بيه تروبونين بكميات عاليه، معناه هذا دليل على اكو جلطه. جلطه او ذبحه صدريه. عاده لما يعني نفحص احنا المريض، مو بالضروره الجلطه هسه صايره، ممكن قبل اسبوع، ممكن قبل 10 ايام، يبقى هذا الانزيم موجود بالدم. لذلك هو ما يشخص لنا موعد الجلطه بالضبط، وانما فقط يعطينا انه اكو صارت جلطه هسه، قبل شويه، قبل ساعه، قبل يوم، قبل 10 ايام، المهم صارت جلطه. يبقى بعد الطبيب ياخذ اجراءات ثانيه حتى يعرف شو صارت هاي الجلطه، واجراءات اخرى حتى يعالج هاي الجلطه، سواء بعلاجات او تدخل جراحي. هاي بالنسبه للتروبونين. ثاني واحد هو السي كي ام بي. السي كي ام بي ايضا مؤشر على وجود جلطات او ذبحات او انسدادات بالصمامات، سواء انسدادات بسبب جلطه يعني صاير تجلط بالدم، او بسبب تضيقات بالشرايين، او يعني هوايه مشاكل. ايضا هو هرمون يتم افرازه انزيم يتم افرازه بواسطه القلب، يعطينا اعاز على انه اكو مشكله، وهاي المشكله فرقها عن التروبونين ان هي مشكله حاليه هسه قاعد تصير. يعني ابو الجلطه ورا اسبوع لما تجي تسوي له سي كي ام بي ما عنده مشكله. واضح؟ التحليل الثالث هو تحليل الدي دايمر. الدي دايمر كان هو تحليل خلينا نقول نادر انه ينطلب، لكن بفترة كورونا اكتشفوا انه مصابين الكورونا بعد التشافي يبدي يرتفع عندهم هذا الدي دايمر، يرتفع عندهم نسبة الدي دايمر بسبب انه تصير عندهم تخثرات بسبب العملية الالتهابية القوية اللي تعرضوا لها، تصير عندهم تخثرات نسميها تخثرات رئوية، لكن هي مو بالضرورة تكون فقط بالرئة، ممكن تكون بالصمامات، ممكن تكون بالشرايين والأوردة، وممكن حتى بالرجل، بالإيد، بهواية مناطق. فارتفاع الدي دايمر هو مؤشر على خطورة حدوث جلطة، يعني مو صايرة جلطة، لا راح تصير جلطة، دير بالك يا طبيب. فالطبيب رأسا يبدي ياخذ يقطع علاجات اللي هي المميعات مانعات التخثر. فالدي دايمر هو مؤشر على وجود تخثرات بالدم. البرو بي ام بي، طبعا انا دا اشرح لكم واعرف انه انا دا ادوخكم بشيء، بس معلوماتكم كلش راح تستفاد اذا عرفتوا هاي التحاليل، يعني معلومات كلش حلوه راح تستفادون بيها، لكن ممكن انتم جدا تشتغلون 10 سنين بالمختبر وما تجيكم ولا تحليل من التحاليل حسب وجود قلت لكم طبيب يمكم او لا. البرو بي ام بي. نعم. لا بالعكس، معلومات كلش مهمه، وانا هذا يهمني انه تستفادون باكبر قدر ممكن من المعلومات. بالنسبه للبرو بي ام بي بالطوارئ، ينطلب هواي بالطوارئ. هسه انا جايه داخله دوره مال تدريب، فهواي جاي تجينا التروبين. اي لانه هواي يجون مشكوك بيهم انه عندهم جلطه، خاصه الطوارئ. هو من يروح للطوارئ؟ اللي عنده وجع راس، اللي عنده الم بالمفاصل، لا، اللي دي يروح هذا منتهي، اللي وقع وشالوه ودوه للطوارئ، فوحده من الاحتمالات انه يكون عنده جلطه حسب يعني تشخيص الطبيب. البرو بي ام بي هو مؤشر على عجز القلب. القلب يعمل بطريقه طبيعيه، يضخ الدم، يوصل الدم للاطراف لنهايات الجسم، ويرجع مره ثانيه يرجع للقلب من خلال الاورده، يرجع الفضلات ويرجع السوائل ويرجع هذا. لما يصير عجز بالقلب، القلب يعجز عن الاداء وظيفته، فراح تبدا تتجمع السوائل بنهايات، خاصه باطراف الجسم مثل الايد، مثل شف الرجل، شوف رجله مورمه، هاي سببها عجز القلب، ان القلب لما يصير به عجز تبدا تتجمع السوائل، لما دا يقوم بدوره بطريقه صحيحه. لذلك الطبيب مباشره وحده من التحاليل اللي يطلبها
ممكن يقول لك انت مثلا عندك الالبومين مرتفع، ممكن عندك وظائف الكلى بها مشاكل، ممكن صار عندك عجز بالكلى، ممكن صار عندك عجز بالقلب، فيطلب له هذا التحليل، تحليل بروبي امني. من يطلع عالي معناها دليل على انه اكو عجز بالقلب، فيبدا عاد الطبيب ياخذ اجراءات ثانيه. فتحليل البروبي ام بي هو تحليل يدل على وجود او عدم وجود عجز بالقلب. اخر واحد هو المايو اللي هو نسميه انزيم عضله القلب. لما نصير اكو مشاكل بعضله القلب يبدي هذا المايو ينفرز بكميات كبيره او كميات واطئه حسب مشكله القلب. فذن الخمسه اللي ذكرت لكم اياها هي تحاليل نسميها تحاليل قلبيه، كل واحد له مؤشر معين، وكل واحد ينطلبه بوقت معين، وكل واحد ارتفاعه وانخفاضه يدل على شيء معين. واضح لحد هسه؟ السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، تفضلي. ممتاز، اكو تحليل ثاني للتجلط بس ما ادري يعني نفس هذا لو يختلف. البي تي بي تي تي اي ان ار حكيت البارحه. لا بالطوارئ نشتغل اللي ناخذ الكاسيت ويعني ويخلون بي الدم ويخلون عليه بعد محلول. تطلع النتيجة يعني لو نيجاتيف لو بوزيتيف. يعني نفس هذا نفسه. لا هو نفس الدي دايمر بس تشتغلوا انتم بطريقة الكاست اللي هي ايضا انقرضت يعني موجودة فقط بالمستشفيات للاسف. لكن هي بالمختبرات احنا بطلنا نشتغلها بعد بوزيتيف نيجاتيف. لا نشتغله تايتر رقمي. لان مؤشر يعني مثلا يجيني مريض الدي دايمر عنده خلينا نقول هو النسبة الطبيعية 500. اكو غير اجهزه النسبه الطبيعيه 0.5، المهم خلينا نقول 500. يجي مريض الدي دايمر مالته 600. هل من المعقول انطيه مميعات مثل اللي الدي دايمر مالته طالع عنده 3000 او 4000؟ لا، فكل نسبه لها مميع معين ينطي وكميات معينه وجرعات معينه. ف يعني خلص بعد كله صار رقمي، صار تايتر. استاذ يعني اضبط التحليل هذا من ذاك؟ طبعا طبعا، يعني منطقيا انا دا اقول لك اكو اثنين، اثنيناتهم طالعين بوزيتيف بالكاسيت، بس لما نجي نسوي لهم الدي دايمر الرقمي واحد يطلع 600 وواحد يطلع 6000. هل معقول ان نعطيهم الثلاثه نفس العلاج؟ اكيد يعني لازم نحتاجه رقمي حتى نعرف شنو الجرعه اللي نعطيها، لان اكو جرع يعني هي اذا تذكرون بفتره الكورونا اكو كانت اللي عنده الدي دايمر عالي ينطوا اوبر تحت الجلد. فهي جرع هاي اكو من 2000 اكو من 4000 اكو من 6000 اكو من 8000 نوبات، حتى من 8000 ينطوها 3 مرات باليوم لان عنده الدي دايمر كلش عالي. في حين ذا الدي دايمر مالته كان شويه مرتفع ينطوه مثلا من 4000 مره باليوم او مرتين باليوم وهكذا. فالتايتر اكيد افضل. شكرا استاذ. عفوا. العفو استاذ. التحليل الثاني فصل النت عندي اذا امكن توضح لي اياه، والاخير. السي كي ام بي هو ايضا دليل على وجود ذبحات او جلطات. ممكن الذبحات والجلطات هاي سببها مو وجود خثره او وجود جلطه، ممكن سببها تضيق بالشرايين، وممكن سببها تضيق بالصمامات، ممكن يعني قصور بالصمامات، مو بالضروره يكون اكو جلطات. فالسي كي ام بي ايضا ينطلب لما تكون اكو جلطه او هاي حتى نعرف نوع الجلطه، حتى نعرف وقت الجلطه، لان السي كي ام بي ينطينا هسه يقول لك هسه اكو جلطه. التروبونين لا، يقول لك صايره جلطه بس شو وقت ما اعرف، قبل يومين قبل اسبوع ما اعرف. فالسي كي ام بي ايضا هو دليل على جلطات. بالنسبه للمايو، المايو هو تحليل لعضله القلب حتى نشوف وظيفه عضله القلب تعمل بصوره صحيحه. نوبات هذا ينطلب عاده بعد الايكو، لما يجي الطبيب يفحص المريض بالايكو يشوف عنده عضله القلب مو تمام، تخربط بها خلل يعني بوظيفتها، فيطلب له المايو. يعني احنا شلون يعني نعرف العضله بها خلل لو ما نسوي له سونار بالقلب او ايكو هاي؟ فلذلك عاده ينطلب هذا المايو بعد الايكو. اوكي. احد عنده سؤال بعد على هاي التحاليل؟ خلينا ننتقل للتحاليل الاخرى اللي نسميها التحاليل الالتهابيه. اول تحليل هو تحليل السي ار بي، سي رياكتيف بروتين. هذا التحليل بالبدايه كان ينطلب بجماعه المفاصل، لما اكو التهابات بالمفاصل نسوي لهم بانل كامل، نسوي لهم تحليل اي اس ار، نسوي لهم تحليل روماتيزم، نسوي لهم تحليل يوريك اسيد اللي هي الاملاح مال المفاصل، ونسوي لهم السي ار بي.
حتى نعرف هذا يعني هو هم يبين لنا شده الالتهاب اللي موجوده. فهو دليل على وجود عمليه التهابيه تصير يكتب بروتين. مرور الوقت بدا يتطور العلم، قمنا نشوف الاطفال لما نجي نسوي لهم السي ار بي يطلع عندهم جوا النسبه الطبيعيه. يعني هو النسبه الطبيعيه 5 خلينا نقول. مثلا انا عندي التهاب يطلع عندي 8، يطلع عندي 10، 40، 50 وهكذا. الطفل يطلع عنده 5 جوا الخمسه، يعني يقول لنا نيجاتيف ليس ذان 5. بس ايضا هو عنده عمليه التهابيه. فاتضح انه الاطفال النسبه الطبيعيه لالتهابهم هي جوا الخمسه، يعني تطلع عندهم مثلا اذا 4.5 فمعناها هو عنده التهاب، اذا طلع 3، 3.5، 2 لحد ال 0.5 هو طبيعي. فسووا تحليل اخر اللي هو ال HSCRP الهاي سنسيتيفيتي سي ار بي، يعني انه هو ما يقول يعني مو بس جوا الخمسه، لا جوا الخمسه وش قد اريد اعرف. يعني السي ار بي هو ينطيك نسبه طبيعيه انه جوا الخمسه، يقول لك جوا الخمسه نسبه طبيعيه. الهاي سنسيتيفيتي سي ار بي جوا الخمسه ويقول لك ايش قد 3.5، 2.5، 1.5، المهم اعلى من نص. هاي معناها دليل على وجود التهاب. فاول اثنين السي ار بي والهاي سنسيتيفيتي سي ار بي هن ثلاثه نفس التحليل، لكن الفوق هو مجرد سي ار بي ينطينا شده الالتهاب، الهاي سنسيتيفيتي حتى اذا جوا الخمسه ينطينا رقم. بالنسبه للبي سي تي اثناء وجود عمليه التهابيه احنا ما راح نعرف العمليه الالتهابيه هاي شنو، هل هي فطريات، هل هي بكتيريا، هل هي فيروس، هل هي طفيلي، هل يعني ما نعرف احنا شنو نوع العمليه الالتهابيه. فللتاكيد اكثر نسوي هذا البي سي تي حتى اذا كانت العمليه الالتهابيه بكتيريه راح يرتفع عندنا البي سي تي، اما اذا كانت عمليه التهابيه لكن فيروسيه فما راح يرتفع عندنا البي سي تي. فالبي سي تي هو لوجود عمليه التهابيه بكتيريه، نوع العمليه الالتهابيه هي بكتيريال. الاس اي اي هو ايضا مؤشر لوجود عمليات التهابيه لكن ما يستخدموا يعني ما ينطلبوا بصوره كبيره مثل السي ار بي، مثل اي اس ار او مثل حتى البي سي تي. هاي بالنسبه للتحاليل الالتهابيه. بالنسبه لتحاليل الاورام فقلت لكم يعني انا هسه اشرح لكم اياها، انا مره واحده بحياتي جايني هذا البي اس اي، البقيه ولا مره جايني، والبي اس اي مره واحده فقط جايني. فمو بالضروره تجيكم بصوره كبيره لكن حتى تاخذون عنها فكره، الاي اف بي والبي اس اي والسي اي اي والاخر واحد هو الفري بي اس اي. طبعا البي اس اي هو المؤشر لوجود سرطان بالبنكرياس. اكو بعد تحاليل اورام اي اكو مثل C919, C3032 اللي هي تعطينا اذا كان مثلا سرطان الثدي العفو او سرطان بالبنكرياس العفو. هذا البي اس اي البروستاتا، السي اي 919 هو للبنكرياس وهكذا. فحتى لا تدوخون بها بس تعرفون انه جهاز الهرمونات هم يشتغل لنا اورام، فانطيتكم امثله بسيطه على الاورام اللي نشتغلها بجهاز الهرمونات. بقيه التحاليل اللي نشتغلها بالهرمونات هو تحليل ال HbA1c، تحليل السكر التراكمي، قلت لكم ممكن نشتغله مانوال باجهزه الكيمياء، وممكن نشتغله باسرع يعني طريقه اسرع باجهزه الهرمونات، تحليل السكر التراكمي. الفيتامين دي 3 ايضا نشتغله باجهزه الهرمونات. الفروتين ايضا صرنا نشتغله باجهزه الهرمونات، مو الا نشتغله بالكيمياء. موجود باجهزه الهرمونات. الكورتيزول طبعا انا اسف كلش هنا اكو سحقه كاتبها كورتيزول، هو الكورتيزول هذا ايضا هرمون يتم فحصه بواسطه اجهزه هرمون الكورتيزول. والاي ام اتش عدته مره ثانيه، انا ذكرتها بالهرمونات الانثويه ذكرتها مره ثانيه هنا. فهاي بقيه التحاليل اللي يتم اجراها بواسطه اجهزه الهرمونات. حكيت لكم عن الهرمونات امثلتها هرمونات الغده الدرقيه والانثويه، التحاليل اللي تم اجراها بواسطه اجهزه الهرمونات، اجهزه الهرمونات ايضا اعطيتكم عليها امثله لحد هسه. قسم الهرمونات واضح طلاب؟ نعم دكتور واضح. اكو احد عنده سؤال حتى ننتقل للقسم اللي بعده؟ خلينا ننتقل بعده. بعده يجي قسم الرابيد تيست. طبعا
أول رابط تيست يتم اختراعه هو اللي شايفين رابط تيست مال الحمل، تحليل الحمل المنزلي اللي هو سريع كلش، يعني صار ما يحتاج المريض يجي ونسحب له دم ونفصل الدم مباشرة بإدراره، مباشرة يطلع له أكو أو ماكو. بسبب هذا الاختراع قرروا يسوون معظم التحاليل بنفس الاختراع هذا، انه يسووها رابط تيست، يسووها تحاليل سريعه، وورا ما يتشخص هذا التحليل نبدا عاد نسوي إلايزا ونسوي باجهزه المناعه واجهزه الفيروسات وهكذا. فصار هو الخطوه الاولى للتشخيص، خاصه اذا تذكرون فتره كورونا قبل ما نسوي مسحه ونسوي بي سي ار، هاي كنا نسوي رابط تيست كاسيت، ومعظم الناس قاموا يجيبوه بيوتهم يسووا حتى يشيكون اذا عندهم او ما عندهم. فبالتالي هو اختراع كلش راقي بالنسبه للعمل المختبرات، يشخص لنا هوايه امراض قبل ما نشخصها بالاجهزه بصوره متطوره اكثر، قمنا نشخصها بطريقه سريعه كلش. مثال على هاي الرابت تيست، هاي التحاليل السريعه، تحاليل الفيروسات او فيروسات الكبد اللي تسمى بالفيروسات الكبد الوبائيه، اللي هي نوع الهيباتيتس، يعني اسم الفيروس هو هيباتيتس، بس بي انواع هذا الهيباتيتس، اكو هيباتيتس اي، اكو هيباتيتس بي، اكو هيباتيتس سي دي اي وهكذا. فهاي الهيباتيتس هي اللي تسبب مشاكل بالكبد، تصيب الكبد، هي امراض وبائيه ممكن تنتقل من شخص لشخص، لذلك هي تحاليل كلش مهمه هاي، وخاصه هي من التحاليل اللي سووها للازواج، لان هي ايضا تنتقل عبر الاتصال الجنسي، لذلك اكيد يشيكون الزوج ويشيكون الزوجه، حتى اذا واحد عنده مشكله يقول له لا تتزوجون هسه، ليش تنقل لها المرض؟ تعالج وكمل وهاي وبعدها تزوجوا. فايضا هي هرمونات كل الضروريه. الهيباتيتس قلت لكم بي خمس انواع، اي وبي وسي ودي واي. اهم ثلاث انواع هي الاي والبي والسي. الاي والدي ما موجوده اصلا بالعراق. يعني ما متكاثره هاي الفيروسات بالعراق. اللي موجود عندنا بالعراق هي الاي والبي والدي. العفو الاي والبي والسي، وخاصه البي والسي هي اخطر شيء. الاي مو مهم، مو خطر. البي والسي ممكن اذا كانت شده قويه لهذا الفيروس ممكن تسبب حتى تليف للكبد وسرطان بالكبد. لذلك اهم اثنين هن البي والسي، لكن الاي ايضا نسويه موجود متوفر. بالاضافه الى فيروس اخر هو فيروس نقص المناعه البشريه اللي هو الاتش اي في. بس ثواني طلاب ظلوا وياي. طلاب وياي؟ نعم دكتور. اي ف هاي الفيروسات كلش مهمه وتحاليلها كل ضروريه، خاصه يعني حتى نوبات لما واحد يريد يسوي عمليه، واحد يريد يطلب للانعاش، يريد يطلب عمليه جراحيه، واحده من التحاليل اللي يطلبوها قبل ما يطلب العمليه هي تحليل هاي الفيروسات. حتى في حاله كان عنده واحده من هاي الفيروسات الكادر الطبي بده ياخذ يعني ياخذ حذره اكثر حتى ما ينتقل لهم ولا ينتقل للادوات وللهاي. فهي التحاليل كلها ضروريه، الاتش اي في والاتش بي في والاتش سي في والاتش اي في اللي هو اخر واحد قلت لكم عليه الايدز، نقص المناعه البشريه. واضح طلاب؟ واضح. تحليلهم يجي بهالشكل، كاسيت خاص لكل فيروس. طريقة إجراء هذا التحليل، نسحب دم من المريض، نفصل الدم، نطلع سيروم لأن احنا اشتغلنا بالسيروم. يجي هذا الكاسيت، نخلي قطرة من السيروم بالفتحة اللي تشوفوها قدامكم، يجي عليها حرف S يعني سامبل، يعني هنا تخلي العينة مالتك. قطرة من السيروم بالإضافة لقطرة من البصر، ونعوفه فترة 5 دقائق 10 دقائق، بعدها نجي نقرأ. أهم خط لازم يطلع عندنا هو خط السي اللي هو الكنترول. طلع عندنا خط السي معناها الكاسيت عندنا شغال. ما طلع خط السي نذب الكاسيت نشتغله مرة ثانية للتحليل، لأن هو دليل على إنه الكاسيت مالتنا شغال أو ما شغال. بعدها تحليل التي، العفو الخط التي، التي اللي هو التيست. إذا طلع موجود الخط
فالنتيجه بوزيتيف، موجود الفيروس. اذا النتيجه ما موجود هذا الخط فالنتيجه نيجاتيف، ما موجود هذا الفيروس. فببساطه اكثر، اذا كان خط واحد خط السي بس موجود نيجاتيف، اذا كان الخطين هي خط السي وخط التي فهذا النتيجه بوزيتيف. واضح طلاب؟ كل التحاليل الجايه اللي راح اذكر لكم اياها هي بنفس المبدا، كاسيت قطره من السيروم قطره من البفر، نعوفه فتره من الوقت ونجي نشوف خط واحد نيجاتيف خطين بوزيتيف. هاي بالنسبه لتحاليل الفيروسات وبالنسبه لكل الرابيد تيست كلها تمشي بنفس المبدا. نوع ثاني من الرابيد تيستات هي الفيروسات الحمل نسميها. عادة طبعا الطبيب لما يريد من عندكم تحاليل فيروسات الكبد الوبائية يا اما يكتب لكم فيرولوجي، يا اما يكتب لكم فيروسز، يا اما يكتب لكم هيباتيتس، يا اما يكتب لكم اياها بالاسم HIV HIV HCV HPV، يكتب لكم اياها بالاسم. هاي التحاليل، طريقة كتابة الطبيب للتحليل. بالنسبة لتحاليل الهرمونات الحمل، فاذا كانت يمك طبيبه نسائيه بعدتها وحظك، يا اما تكتب لك اياها فيرولوجي فانت لازم تعرف انه هي طبيبه نسائيه فاكيد راح تطلب فيروسات حمل. نوبات تكتبها تورتش ونوبات تكتبها بالاسم، تكتب لك كل فيروس اللي تريده هي. فالتورتش هو مختصر، كلمه تورتش هو مختصر لهاي الفيروسات. اول حرفين التي او معناها توكسو، توكسو بلازما، هذا فيروس اسمه توكسو بلازما. الار روبيلا، السي سي ام في سايتوميغالا فيروس، والاتش اللي هو الهيربس، الاتش سي الاتش اس في فيروسات الهيربس. فاذا كتبت تورتش فهي تريد هاي الاربع فيروسات، توكسوبلازما الروبلا السي ام في والاتش اس في. احيانا مختبر مثلا يجيب كل فيروس كاسيت له خاص به، ونوبات اكو كاسيت نسميه كومبو اللي هو كاسيت رباعي موجوده به الاربع فيروسات. هذا هم تخلي له اربع قطرات من السيروم، أربع قطرات كل فتحة قطرة، أربع قطرات من السيروم، أربع قطرات من البفر، وتعوفه فترة من الوقت وراها تنتظر راح يطلع عندك بوزيتيف أو نيجاتيف. هاي بالنسبة للتورتش، توكسوبلازما، روبيلا، سايتوميغالو فيروس، هيربس فيروسز. واضحة هاي الفيروسات طلاب؟ بالمناسبة هي فيروسات كلش مهمة هاي، يعني عادة هواية اسقاطات تصير بسبب واحد من هاي الفيروسات، بسبب التوكسوبلازما، بسبب الروبيلا سي ام بي، سبب اسقاطات. واذا ما صارت يعني هاي اسقاطات من رحمة رب العالمين انه صار اسقاط، لان اذا ما صار اسقاط ممكن تسبب تشوهات بالجنين، يطلع الجنين مشوه يعني بالكامل. ففيروسات خطرة ومهمة كلش هي هاي. عادة اي انثى قبل ما تسوي حمل يفضل ان تسوي هاي التحليل، حتى اذا طلع عندها وحده من هاي الفيروسات عندها تتعالج وتكمل، وهاي بعدها يلا تفكر تسوي حمل. لكن للاسف هي الا صار عندها حمل يلا تراجع الطبيبه النسائيه، وبعد ما تراجع الطبيبه النسائيه يلا الطبيبه تطلب لها هاي التحاليل. فنصيحه لاي وحده مقبله متزوجه ومقبله على انه تريد حمل يفضل ان تسوي هاي التحاليل، تحاليل التورتش. ننتقل بعدها النوع الثاني من الرابيد تيستات هو الاتش بايلوري. الاتش بايلوري هي جرثومه المعده. جرثومه موجوده حاليا عندي وعندك وعند الكل. جرثومه موجوده بالمعده، لكن موجوده بكميات قليله بشكل نافع لنا، تفيدنا، هي فائدتنا بعمليه الهضم اللي تصير بالمعده. لما تصير بكميات كبيره تبدا عاد تصير باثولوجي، الباثوجينيسيس العفو، انه تبدا تكون مرضيه. فلما ترتفع هاي الاتش بايلوري لازم تاخذ علاج حتى تقتلها تخلص من عندها. لذلك قبلها لازم يجي المريض يسوي تحليل، هل يا ترى عنده جرثومه بالمعده او ما عنده. طريقه اجراء الاتش بايلوري بطريقتين، يا اما بالدم، عفوا بثلاث طرق. الطريقه الاولى بالدم، الطريقه الثانيه باخذ عينه من الخروج، الطريقه الثالثه اخذ عينه من الهواء. الهواء اللي يطلع من 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 حلق المريض. هسه اشرح لكم اياها، نجي على اول وحده طريقه الدم. ايضا نسحب دم من المريض، نفصل الدم مالته، ناخذ قطره من السيروم نخليها بالكاسيت ونخلي قطره من البفر وننتظر خطين بوزيتيف خط نيجاتيف. هاي بالنسبه للبلاد اللي هي الانتي بادي اللي موجود بالبلاد. بالنسبه للانتيجين اللي موجود بالستول، ايضا عينه من الخروج، ناخذ شويه بالخروج نخليه بهذا البفر اللي تشوفوه،
نسوي له ميكس سريع، بعد ما ينخبط عندنا البفر هذا ناخذ قطره من البفر نخليه بالفتحه هاي مال السامبل ونعوفه فتره من الوقت، وراها طلع عندنا خط بوزيتيف، العفو نيجاتيف، خطين بوزيتيف. هاي الطريقه الثانيه، طريقه الاستول. الطريقه الاخيره انه يجينا المريض، اكو جهاز خاص اللي اسمه هو اليوريا بريف، يوريا بريف تيست. هذا المريض مسوي بالدم ومسوي بالخروج ده يطلع نيجاتيف، بس الطبيب متاكد انه عنده جرثومه، فيقول له لا روح سوي لها بالهواء. يشرب محلول اليوريا هذا المريض، وراها بنص ساعه يجي ينفخ بالجهاز. اذا طلع سي او 2، كميه سي او 2 بالجهاز، الجهاز يقراها اذا كان اكو سي او 2 او ماكو. اذا كانت اكو كميه سي او 2 ده يطلع من يعني من الهواء اللي ده ينفخه هو بالجهاز، وهذا دليل على انه اكو جرثومه بالمعده، لان الجرثومه مال المعده تتغذى على اليوريا وتنتج السي او 2، فيطلع السي او 2 من الجهاز الهضمي، هذا دليل على وجود جرثومه المعده. هذا ايضا تحليل ينطوى بصوره كلش قليله الا للطبيب معاند او نوبات، يعني هو واحد عنده مزمن الاتش بايلوري فيروح يشيك دائما طريقه الهواء. فهي طريقه الرابيد تيست بالنسبه للاتش بايلوري سواء بالستول او بالبلاتو. ايضا التايفويد اللي الاسم الشائع مالته التيفو. التايفويد هو ما له علاقه نهائيا بالشمس، يعني هاي معلومه خاطئه كلش. انه يجيك واحد يقول لك سوي لي تحليل تيفو، ليش خيرك؟ والله اليوم طلعت بالشمس. ما له علاقه التيفو بالشمس، ذاك مرض واحد، مرض ثاني يعني اسمه ضربه شمس، وهذا مرض ثاني اسمه التيفو تايفويد، اللي هو سببه تعرضك البكتيريا، بكتيريا اسمها اذا سامعين بها سالمونيلا تايفي. سالمونيلا تايفي موجوده بالاطعمه بالاغذيه وبالمي الملوث، فلما يجي يتناول لما نضربه الشمس يشرب مي بكميات كبيره، المي ملوث بالسالمونيلا تايفي يصير عنده تيفو، فبمن يربطها يربطها بالشمس، يقول لك والله ضربتني الشمس، اللي هو ما له اي علاقه تايفويد بالشمس. تحليل التايفويد ايضا بنفس الطريقه، سيروم، قطره من السيروم، قطره من البفر، يطلع عندنا اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف. بهذا التحليل اكو الاي جي جي والاي جي ام. سريعا، اكو احد يعرف شنو الفرق بين الاي جي جي والاي جي ام؟ استاذ الاي جي جي اصابه جديده، والاي جي ام اصابه قديمه. عاشت ايدك، بالعكس. الاي جي ام اصابه حاليه والاي جي جي اصابه سابقه. عاشت ايدك. الاي جي جي انا هسه انصابت بالتايفويد، جت حللت طلع عندي ام، هسه حاليا انا عندي تكونت اجسام مضاده لمواجهه التايفويد، هاي الاجسام المضاده من نوع ام يعني حاليه، ورا 10 ايام تشافيت، جيت حللت لقيت الام رايح، بس صار عندي جي اللي هي تكونت عندي اجسام مضاده، يعني شلون مثل الذاكره صار عندي الجسم، حتى خاف مرت الاخ انصاب انا بالتايفويد، عندي انا محضر لي اجسام مضاده اللي هي من نوع جي. فبعد سنه لما اجي اسوي تحليل التايفويد يبقى عندي الجي موجود. الام هي اصابه حاليه والجي هي اصابه سابقه. ايضا ان الرابيد تيست هو فحص الحمل. نوبات الطبيبه تكتبه بريجننسي تيست، نوبات تكتبه بي تي مختصر للبريجننسي تيست، نوبات تكتبه اتش سي جي. تريد تكتبه مثلا باليورين، طبعا ماكو تحليل بالمختبر باليورين، كله بالدم، بس بالمنزل اكو اليورين، بالمختبر نسويه بالسيروم بالدم تحليل الحمل. ايضا تحليل مستجد جديد صار عندنا هو تحليل الكوفيد 19 اللي تم اجراءه بواسطه الدم او بواسطه مسحه من اللعاب، اكو حتى يسووه بالخروج. الكوفيد 19 الانتي بودي والانتيجين اللي يصير بالاي جي جي والاي جي ام. هاي بالنسبة للرابط تيستات اللي ذكرتهم، اللي هن كلهم من الفيرولوجي الهيبتايتس، الفيرولوجي تورش، الاتش بايلوري، تايفويد، بريجننسي تيست، والكوفيد 19. على الرابط تيست اكو احد عنده سؤال؟ طلاب؟ ماكو سؤال. ننتقل للسيرولوجي. السيرولوجي والرابط تيست صراحة عندي سؤال. اي تفضل. دكتور لما الرابط تيست لما بعدين بعد الاصابه يعني وتشافيت
بالسيرام مو اكو يبقى انتي بودي؟ طيب ينطي نتيجه نيجاتيف لو بوزيتيف بعد الشفاء؟ بعد الشفاء ينطيك اي جي جي بوزيتيف لكن اي جي ام نيجاتيف. فالاي جي جي لما يجي يطلع بوزيتيف مو معناها انت مصاب حاليا، وانما انت انصابت سابقا وبقت مناعتك حافظه ذاكره هذا. يعني شوف الحلو بالجسم شنو، انه لما انصاب بكورونا يبدا الجسم يصنع مناعه خاصه بس للكورونا حتى يواجه الكورونا، ورا ما يقضى على الكورونا تبقى هاي الاجسام المضاده محفوظه الذاكره مالتها، حتى من تجي كورونا مره ثانيه ما يقعد الجسم اول مره يشيك الفيروس ويصنع له مناعه خاصه به، هو موجود المناعه مباشره يرجع يصنع هاي الاي جي جي كميات كبيره حتى يواجه نفس المرض. يعني الاي جي جي مال تايفويد ما يقدر يواجه الكورونا، الاي جي جي مال كورونا هو اللي يقدر يواجه الكورونا وبس ما يقدر يواجه التايفويد. هكذا ببساطه يعني. شكرا دكتور. عفوا حبيبي. خلينا ننتقل للسيرولوجي. السيرولوجي هي ايضا تحاليل رابد تعطينا مجرد نتيجه نيجاتيف بوزيتيف، ما نقدر ننطي يعني رقم، انه مثلا السي ار بي احنا قبل شوي اشتغلنا بالهرمونات ممكن يطلع 10 ممكن يطلع 100، يعني بفتره الكورونا حتى 200 كانوا يطلعون عندنا. فالسي ار بي يعني تقريبا اللغه هسه هاي التحاليل، لكن راح اذكر لكم اياها. هي تحاليل مجرد تعطيك اذا اكو او ماكو، بس اذا اكو ما يقول لك ايش قد. ولها سبب اللغه. السي ار بي الار اف اللي هو روماتويد فاكتور، الروز بنغال حمى مالطة اذا سامعين بها، الاي اس او تي، الاي اس او تي اللي هو التهاب الحنجره، الفي دي ار ال اللي هو السفلس اللي هو الامراض الزهريه اذا سامعين بها، التايفويد ايضا يتم اجراءه بواسطه السيرولوجي. السيرولوجي يعني موجود هسه يدرسوه بالكليات، موجود بمعظم المستشفيات والعيادات، لكن بالمختبرات بطلناه بصراحه، لان يعني الاطباء ما يطلبوا بهالطريقه. يعني مثلا طبيب اني يجي مريض عنده التهاب يقول له سوي سي ار بي، يطلع السي ار بي عنده مثلا 100، فغير يعرف الطبيب هو العلاج مالته دا يمشي صح لو دا يمشي غلط، ورا اسبوع يقول له عيد السي ار بي دا اشوف العلاج دا يمشي صح لو غلط، فلازم ياخذه بالبدايه رقمي وثاني مره ياخذه رقمي، فما يفيد البوزيتيف نيجاتيف، يفيد الرقمي. لكن هي بس مجرد التوضيح انه هي هاي التحاليل اللي هي قسم السيرولوجي. السي ار بي امثله عليها السي ار بي اللي هو التهابي، الار اف اللي هو الروماتويد فاكتور روماتيزم، الروز بنغال اللي هو حمى مالطه، الاي اس او تي اللي هو التهاب الحنجره، الفي دي ار ال اللي هو السفلس مرض زهري، والتايفويد. طلاب بعد انتهاء السيرولوجي اكو احد عنده سؤال على السيرولوجي؟ لا دكتور بارك الله فيك. سؤال غريب، شنو علاقة الإدرار ونتيجة الحمل؟ لما يصير حمل عند المرأة مباشرة الرحم مالتها يبدي يفرز هرمون، بس خلي أتذكر لكم يا Human HCG Human Chronic Gonadotropin. Human Chronic Gonadotropin هذا هرمون يتم إفرازه بواسطة المرأة لما يصير عندها حمل، فطبيعي هذا الهرمون وين راح يروح؟ راح يروح بالدم، وبعدها منين يطلع؟ يطلع من الإدرار. فلما نسوي التحليل بالدم يطلع لنا هذا الهرمون موجود، هذا دليل على انه اكو حمل. لما يطلع بالادرار هذا دليل على انه اكو حمل. فهذا علاقه الادرار ونتيجه الحمل. اكو احد عنده بعد سؤال؟ طلاب؟ مدللين؟ دكتور؟ تفضلي. مستعجلت بجرثومة المعدة نستخدم البلاد والستول. نعم. اثنيناتهم نفس الكت؟ لا لا لا، هذا كت وهذا كت. اكو كاسيت خاص اسمه انتي بادي اللي هو بالبلاد، واكو انتيجين اللي هو بالستول، وتلقون على كل كاسيت مكتوب. اي هو طلعت بالصوره نفس الكت واحد، فقلت اما لا 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 او ستول مو نفس. هسه شوفهم الصوره. تمام دكتور. ثواني ظلوا وياي. شوفوا هذا نوعين تشوفوا، هذا الفوق مال ستول، هاي التيوبا
البندروفا ما اعرف شو يسموها، هاي التيوب نخلي بها قطره من الستول ونخبطها، نخبطها ويا البفر، بعدها نخلي قطره بالكاسيت، هاي في حاله الستول. في حاله البلاد لا، احنا فاصلين وماخذين قطره من السيروم ونخليها هنا. شوفوا هذا الاتش بايلوري مال الدم وهذا الاتش بايلوري مال الستول، واضح؟ واضح دكتور. زين، منو عنده بعد سؤال؟ بعدين كمان الدكتور الشريحه اللي فاتت دي مره ثانيه ممكن الشريحه مال الدكتور اللي فاتت ممكن الشريحه اللي فاتت الشريحه الدكتور مش... الاخيره الشريحه اللي فاتت هاي بعد اذن حضرتك يعني ابقيها؟ بنعيد من الحلقه هسه واضحه هي قدامك؟ لا لسه مش واضحه. ثواني انا اسف. شير سكرين بدا الان. هاي الشريحه تريد تسكرنها؟ شكرا جزيلا. اي لحظه واحده، لا مش دي يا معالي الدكتور، اخر شريحه، اخر شريحه حضرتك عرضتها. هاي ايوه الله ينور عليك يا دكتور، بس كده شكرا جزيلا. انا حبيبي تتدلل كل الهلا بك. طبعا فرحت والله لما شفت انه اكو اخ مصري طب للمحاضره، يعني بصراحه فرحت، صيتنا واصل للوطن العربي. راح الثاني يا دكتور، الشريحه بتروح ثاني ليه؟ مش فاهم. مو انت شنو تريد تسكرنها ويعني شنو؟ تريد تاخذ لها سكرين؟ لحظه بس انا مش لاحق. يلا مش لاحق. انا اسف. يلا هاي تفضل، راح اوف لك اياها دقيقه كامله تتدلل. طلاب اكو حد عنده بعد سؤال؟ دكتور تسمعني؟ اي اسمعك حبيبي. نزلهم بالجروب اذا مو زحمه. شنو؟ لازم هسه اللي انت تدشر عليهم. اي اكيد اكيد، انا كله دا انزله. تسجيل المحاضره دا ينزل يعني ثاني يوم او بنفس اليوم. السلايدات البرزنتيشن مال الباوربوينت هم كله دا ينزل وتدللون. استاذ بس ال نعم بالنسبه للتسجيل ما لحقت اسجل. تسجيل شنو؟ يعني على المنصه ما سجلت. تسجيل شنو بس ارد افهم؟ انت اللي تسجل؟ اي نعم. عشان اذا كان يسوني قلت لهم لعد التسجيل موجود. يعني ما تسجلت هاي المحاضرة؟ لا لا. يلا مو مشكلة، أنا حنزلها بطريقة شرح، يعني حشرحها بالسلايدات مالتها. اكو سؤال كلش حلو، زرع الإدرار، شنو علاقته بالمضادات الحيوية؟ ليش نبتعد عنه عند زرع الإدرار؟ طبعا الرقية هاي موضوع محاضرة باكر، موضوع تحليل الإدرار. لكن يعني هيك بسرعه راح اشرح لك انه تحليل الادرار يقول لنا اكو التهاب، شلون هسه التحليل هذا يقول لك اكو مثلا تيفا او ماكو، اكو جرثومه او ماكو. تحليل الادرار مجرد يقول لنا اكو التهاب مجاري بوليه او ماكو. لكن شنو نوع الالتهاب؟ شنو نوع البكتيريا المسببه للالتهاب؟ ما ينطينا اياه. لذلك نلجا للزرع. بعد الزرع راح يقول لنا شنو نوع البكتيريا المسببه لهذا الالتهاب، وشنو نوع المضاد الحيوي اللي يقتلها هاي البكتيريا. يعني تجربه زرع الادرار هي مو فقط لتشخيص نوع البكتيريا، وانما لتشخيص انواع المضادات الحيويه التي تعمل على هذا البكتيريا واللي ما تعمل على هاي البكتيريا. ولذلك هو تحليل اليورين كلتشر، دائما الطبيب لما يكتب يورين كلتشر سنسيتيفيتي ار ريزيستنس، يعني السنسيتيفيتي الحساسيه والريزيستنس المقاومه، يعني يا نوع من انواع المضادات الحيويه هاي البكتيريا ما يشتغل عليها، هاي البكتيريا ريزيستنس تقاوم هذا المضاد الحيوي، ويا نوع تتحسس منه يصير عندها سنسيتيفيتي تموت بسببه هذا المضاد الحيوي. لذلك نتيجه تحليل الزرع هي دائما انواع من الانتي بايوتيك، منو يشتغل ومنو ما يشتغل، منو موت البكتيريا ومنو ما موت البكتيريا. لذلك هو تحليل جدا مهم، تحليل الزرع، وخاصه طبعا دول العالم ماكو شيء اسمه ينطي مضاد حيوي بكيف الطبيب، ماكو شيء اسمه مضاد حيوي عندك التهاب مجاري هاك هذا مضاد حيوي عندك التهاب، لا عندنا شيء اسمه زرع، شنو نوع المضاد الحيوي اللي يشتغل ينكتب له. فتحليل جدا مهم، تحليل زرع الاضرار.
رغم ان احنا باكر ايضا راح نسولف عليه محاضره تحليل الادرار. اكو حد عنده بعد سؤال؟ استاذ علي بلا زحمه، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. بس على مود الباوربوينت، حتى لو اذا مو صوتي يعني، حتى لو بس محاضره باوربوينت همينا انا استعين. اي بعيوني ينزل. وبالنسبه للرموز مال التحاليل يا ريت تعطينا اسم، يعني كل رمز شنو الاسم مالته. بعيوني تتدللين. يعني والف شكر، جزاك الله خير. لا لا تتدللين. تحليل الكورتيزول واحدة من مشاكل النمو مثلا، مشاكل بالنمو تصير، مشاكل بالتوازن، يعني واحد يقوم مثلا من كيفه يتخربط. طبعا هاي الطبيب هو بعد فحص المريض سريريا راح يلجا انه مثلا يشك انه عنده مشاكل بالكورتيزول. واحدة شغلة ضرورية جدا ايضا اريدكم تعرفوها على الكورتيزول، تحليل الكورتيزول هو من التحاليل اللي تحتاج وقت معين لاجراها. يعني اللي يريد يسوي تحليل مثلا يوريا باي وقت يسوي تحليل لليوريا، اللي يريد يسوي مثلا تحليل تيفو باي وقت يسوي، لكن تحليل الكورتيزول لا، ينفرز بوقت معين هذا الهرمون. لذلك ينطلب من المريض انه يجي ساعه بثمانية الصبح، حتى من 8 ل 8 ونص او من 9 بالزايد، فقط بهذا الوقت ينفرز عنده الكورتيزول، بهذا الوقت فقط نسحب له دم حتى نعرف نسبه الكورتيزول طبيعيه او غير طبيعيه. يعني مو بأي وقت هذا التحليل يتم إجراءه. أكو أحد بعد عنده سؤال؟ لو ننهي. مرحبا دكتور. مرحبا أستاذ. وعليكم السلام. دكتور بالنسبة للفيروس. أستاذ عن الإتروبونين. هسه سؤالين. شنو السؤال الأول؟ بالنسبة لفيروس الكبد النوع بي. أي. هو إلى علاج وزين يروح كله، يعني يروح لو يبقى مثلا بالكبد؟ بصراحة ما يعني ما أكو دواء ينطي للمريض، يعني ما إلى علاج، لكن يتعالج بطريقة طبيعية. شلون؟ بالوقت، يحتاج 6 شهور إلى سنة يلا هو يتعالج بالكامل، ينتهي بالكامل. يعني بعد سنة يجي المريض يشيك يقول الحمد لله راح من عندي الفيروس الكبد. أكو أيضا ليستة أطعمة معينة تمنع بعد نهائيا، وليست أطعمة معينة تبدي عاد ياخذها المريض حتى ما تستنبط المناعة، لأن هو علاج هذا الفيروس هي مناعة الإنسان. فبصراحة ما إلى علاج، لكن هو يروح يعني ما يظل. شكرا دكتور. تدلل. شنو السؤال اللي كان على التروبونين؟ نعم أستاذ. أستاذ مرات يعني هذول مرضى الضغط اللي عندهم ضغط، مرات يعني ما ياكلون الاكل بالليل شويه، يعني لحوم هاي الاشياء الدسمه زين، يعني يصير عندهم بالليل او بنص الليل او يعني مرات حتى وجه الصبح يصير عندهم خنقه، يعني هو يعني زي. تقريبا يعني تشبه اعراض الجلطه. نقدر احنا مثلا يعني نسوي لهم هذا التحليل او ننصحهم انه يسوون تحليل التروبونين على مود يعني اول شغله يتم تشخيص الجلطه بها هي التخطيط. اضبط واحد يبين لنا الجلطة هو التخطيط. أما التروبونين قلت لكم هو ما يبين إن الجلطة هسه موجودة لو لا، ممكن قبل 10 أيام سيارات يسموها الذبحة الهاجرة إذا سامعين بها، ويبقى يطلع التروبونين عالي. فيعني إحنا ما يصير ناخذ إجراء بكيفنا. عادة الوجع بالصدر هواية أسباب به، ممكن مشكلة بالرئة، أكو مثلا التهاب بغشاء الرئة أو التهاب بالحويصلات الهوائية، او ممكن شغله عضليه يعني عنده تشنج بالعضله، احنا خمام متشنج العضله نشك انه هو عنده جلطه. ممكن عنده مشكله بالقفص الصدري، واحد من العظام صاير بها تهشم او فطر او هيجي، او ممكن المشكله بالقلب اللي هي الجلطه. فالافضل مراجعه الطبيب في حاله وجود اي اعراض او شكوك، لكن الطبيب بعد هو بكيفه يسوي تخطيط، يفحص بالسماعه، يطلب اشعه، يطلب سونار، يطلب ايكو، يطلب هذا التحليل بعد هاي وقت يم الطبيب. فيعني ابد ابد تبتعدون عن التصرف الذاتي. شكرا جزيلا. لا بس بالقلب المايو، بس هو عضله خاصه مع القلب. لا لا ذاك غيره. ما اعرف هذا هو اللي يسوي ادرار يسوي دم بالادرار، بس مو هو مو نفسه. يلا اكو احد عنده بعد سؤال؟ ان شاء الله هاي المحاضرة راح تنزل بي دي باوربوينت ان شاء الله بالجروب، ايضا راح انزل لكم شرح على محاضرة اليوم.
يتبقى لنا محاضرة واحدة باكر إن شاء الله راح نحكي بيها عن تحليل الإدرار وعن سحب الدم عن مقابلات التوظيف. أتمنى جدا تكونون استفاديتوا اليوم والبارحة وأول بارحة وتستفادون باكر، وبنهاية هاي الدورة تكون يعني فائدة بها لكم. نلتقي يوم غد إن شاء الله. أنا أشكركم جدا على حسن الاستماع. مع السلامة.